بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيكم شباب؟ هنحل ان شاء الله مسائل النهاردة على بحث نوع الدالة كونها زوجية او فردية او غير ذلك من كتاب الماهر. معانا السؤال رقم 16، بيقول لي ابحث نوع الدالة الآتية من حيث كونها زوجية او فردية او غير ذلك. دالة س بتساوي 2 عندما س أكبر من أو يساوي صفر، ودالة س بتساوي سالب 2 عندما س أقل من صفر. إحنا عشان نبحث نوع الدالة لازم أجيب دالة سالب س، وأشوف لو دالة س طلعت زي دالة سالب س تبقى دالة زوجية، ولو طلعت دالة سالب س بتساوي سالب دالة س يبقى دالة فردية. تعالوا كده نشوف مع بعض خطوات الحل. أول حاجة شباب هنجيب دالة سالب س، أنت عندك دالة س موجودة، تبحث دالة سالب س. دي دالة ثابتة قيمتها مش هتتغير، هنا 2 وهنا سالب 2، أقول له عندما السين هتكون عندي هنا سالب، هتحط هنا سالب بقى مكان ايه السين، عندما سالب سين أكبر من أو يساوي صفر، وهنا عندما سالب برضو سين أقل من الصفر. ناخد بالنا احنا السالب دي لما تتضرب في الطرفين بيتغير الاتجاه بتاعها، يعني عندي هنا 2 وعندي اقول له ان السين هتبقى مجبأة لما اضرب في سالب والاتجاه يتغير، تمام؟ وهنا سالب 2 واعمل فاصلة، لما اضرب في سالب الطرفين الاتجاه يتغير تبقى سين اكبر من الصفر. تعالوا نرتب، يعني نجيب الاول السين اكبر من الصفر دي ونحط الناتج بتاعها، عندما سين اكبر من الصفر تكون قيمة دالة سالب سين سالب 2، وعندما تكون السين أقل من أو يساوي الصفر يبقى الناتج هنا بإيه؟ باتنين. طيب قارن بين دالة سالب سين اللي عندك ودالة سين اللي فوق. عندما سين تكون أكبر من الصفر، لما السين تكون أكبر من الصفر الناتج هنا بسالب اتنين وهنا اتنين، وهنا السين أقل من أو يساوي الصفر. لو أنت خدت السالب، بص معايا كده، لو خدنا السالب عامل مشترك عشان تحاول توصل الدالة سالب س تبقى حتى، يعني انت ما غيرت ما طلعتش نفس الدالة بتاعتك، بس كده دالة سالب س ما طلعتش هي دالة س. طب تعالى ناخد السالب عامل مشترك، لما اخد السالب عامل مشترك من هنا فيبقى هنا 2 وهنا تبقى سالب 2، وهنا برضو س تكون اكبر من الصفر وهنا س اقل من او يساوي الصفر. يبقى لو خدنا السالب عامل مشترك مش هترجعني للدالة نفسها. ليه؟ ليه يا شباب؟ لأن هنا س أكبر من الصفر وهنا س أكبر من أو يساوي الصفر، شايفين كده؟ أقولها تاني أهو، أنت عشان تبحث أي دالة أول حاجة بتجيب دالة سالب س وتعوض، يعني بتشيل أي س وتكتب مكانها سالب س. فده اللي عملناه، جبنا دالة سالب س وعوضنا في الدالة. بعد كده لاحظنا إن دي سالب، ضربنا الطرفين في سالب بقت س موجب أقل من أو يساوي صفر، اتجاه المتباين اتغير. وهنا عندما سالب س اقل من الصفر يعني س هتبقى اكبر من الصفر، اتجاه المتباين هيتغير، نضرب في سالب هنا يعني. طيب لاحظنا ان دالة سالب س طلع الناتج بتاعنا بيساوي هنا سالب 2 عندما س اكبر من الصفر. لما كنا بقى نكتب الدالة نفس الترتيب، لان احنا هنا س كانت اكبر من او يساوي الصفر وهنا س اقل من الصفر. فبدأت الاول يعني بدلت ده مكان ده، بدلت السطرين دول مع بعض يعني يا شباب. فهنا سالب 2 وهنا س اكبر من الصفر، وهنا 2 عندما س اقل من او يساوي الصفر. طيب انت ملاحظ ان دالة س طلعت زي دالة سالب س؟ لا مش زيها، يعني دي سالب 2 وهنا 2، شايفين؟ سالب 2 اهي ودي 2 فوق، فمش زي بعض. طب لو خدت سالب عامل مشترك هتطلع يعني سالب الدالة؟ لا. ليه؟ لان س اكبر من الصفر وهنا س اكبر من او يساوي الصفر، فهمنا كده؟ فبالتالي طالما عندك دالة، طالما انت استنتجت ان دالة سالب س لا تساوي دالة س يبقى الدالة دي ليست زوجية، وطالما انت استنتجت برضو ان دالة سالب س لا تساوي سالب دالة س يبقى ليست فردية. فهمتوا الكلام يا شباب؟ يبقى شرط ان هي تكون زوجية ان دالة سالب س لازم تساوي دالة س، وعشان تكون فردية لازم تكون دالة سالب س بتساوي سالب دالة س. فالدالة اللي معايا ليست زوجية وليست فردية، تمام كده يا شباب؟ نشوف تمرين تاني. سؤال رقم 17، قول إذا كانت كاف بتنتمي لصاد موجب فابحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية
أو غير ذلك، حيث دالة س بتساوي س تربيع زائد 4 في س أس 2 كاف زائد 1 على س أس 2 كاف. طيب عشان أبحث نوعها برضه نفس الفكرة، هجيب دالة سالب س وأعوضها في الدالة اللي عندي وأشوف لو دالة سالب س طلعت بتساوي دالة س يبقى الدالة زوجية، ولو دالة سالب س تساوي سالب دالة س يعني الدالة هتبقى فردية. تعالوا كده نبحث مع بعض، ركز معايا كده. اقول له والله دالة، شايفين الدالة؟ اقول له دالة سالب س بتساوي، خد بالك قال لك ان الكاف على الصحيح موجب. طيب عوض مكان كل س بسالب س، يبقى سالب س تربيع تبقى س تربيع زائد 4 في الس اللي هي تبقى سالب س اس 2 كاف زائد 1 على س، هتبقى الإشارة سالبة أس 2 كاف، خد بالك الكاف قلنا عدد موجب ماشي. طيب دالة سالب س طلعت س تربيع زائد 4 مضروبة في سالب س أس 2 كاف زائد 1. ممكن تاخد من هنا عامل مشترك، أو تبص هل الدالة اللي طلعت دي هنا سالب س أس 2 يعني الاتنين ده زوجي، يعني هيشيل الإشارة اللي عندك هنا شايفين، لكن 2 كاف زائد 1 ده إيه؟ عدد فردي. يعني مثلا انت عوضت مكان الكاف بعدد صحيح موجب زي الواحد، باتنين في واحد باتنين، اتنين واحد تلاتة، فده يبقى فردي فتطرد الإشارة بره ماشي. ركز معايا، يبقى الكاف دي ركزوا معايا يا شباب، هي الكاف اللي عدد ايه؟ صحيح موجب. فلو عوضنا هنا بواحد مثلا فتبقى دي فردي، والفردي بيطرد الإشارة. قصدك تقول لنا إن السالب هتطلع بره خالص، فتبقى سالب س تربيع زائد 4 مضروبة في س أس 2 كاف زائد 1، والمقام سالب س أس 2 كاف. 2 كاف ده زوجي يا أستاذ، ليه؟ لأن الكاف لو حطينا مكان عدد صحيح موجب زي الواحد يبقى دي 2، يبقى سالب س تربيع بس تربيع، فالسالب راحت أهو س أس 2 كاف. إيه اللي أنت ملاحظه؟ ملاحظ إن نفس الدالة طلعت معايا في البسط والمقام بس في سالب بره، شايفين؟ يعني هنشيل كل الكلام ده كله أهو ونكتب مكانه دالة س، لأن ده هو نفسه دالة س. فانت هتقول والله بتساوي سالب دالة س، يعني انت استنتجت ان دالة السالب س دي طلعت معايا سالب دالة س. طالما استنتجنا كده يا شباب، يبقى الدالة اللي عندنا نوعها دالة فردية، فهمنا كده بهدوء خالص اهوت. يبقى دالة نوعها ايه يا استاذ؟ فردية. يبقى كل اللي هنعمله عشان نشوف الدالة زوجية ولا فردية، بنجيب دالة سالب س في اي مسألة بتجيلنا، وبنشيل كل شوية السين ونعوض مكانها بسالب س. فلما عوضنا هنا بسالب س بقت س تربيع زائد 4، شايفين كده الخط واضح؟ اكتب ورايا في اهي سالب، خد بالك س اس، قال لي ان الكاف بتنتمي لصدمه. لو عوضنا مثلا بواحد يبقى 2 في 1 ب 2 يعني زائد 1 ب 3 فردي، والفردي بطرد الاشاره طردت بره خالص يعني بيحولهاش لموجب يعني، تمام؟ فطلع الناتج ايه؟ دالة سالب س بتساوي سالب دالة س، فالدالة طلعت دالة فردية. سؤال رقم 18، قول إذا كانت الدالة د حيث دالة س بتساوي 1 على س تربيع زائد ك مضروبة في س، وقال إن س لا تساوي الصفر دالة زوجية، فوجد قيمة ك. طب يا أستاذ طالما هي دالة زوجية يبقى إحنا هنستنتج إن دالة سالب س هي نفسها دالة س، فاهم لكم الكلام؟ إنه قال لي إيه في التمرين؟ قال لي دالة زوجية. يعني يا شباب يعني هنجيب دالة سالب س ونساويها دالة س ونختصر، نعمل طرفين في وسطين أو نعملها معادلة ونحلل يعني ونبسط بأي صورة ونطلع الناتج، اتفقنا؟ تعالى نجيب دالة سالب س، عوض كده معايا. كل اللي هتعمله هتعوض مكان أي س بسالب س، فتبقى 1 على س تربيع ناقص ك س، ليه؟ لأن الس بسالب فسالب في موجب بسالب، بتساوي الدالة بتاعتك زي ما هي اللي هي 1 على س تربيع زائد ك س. خلاص تعالى بقى نساوي الدالتين ببعض. لما نساوي الدالتين ببعض طالما البسط زي البسط يبقى المقام زي المقام، فاهمين كده؟ ها شايفين يا شباب؟ هقول تاني، هو اللي مش واخد باله، هو قال لي ان هي داله زوجيه عشان كده قلنا ان داله سالب س بتساوي داله س. نبدا بقى نشتغل، نقول له والله ان س تربيع دي ناقص ك س هي نفسها س تربيع زائد ك س، خلاص كده؟ تعالى بقى نختصر، يعني نختصر يعني نبسط يعني، شايف س تربيع تروح مع س تربيع، فيتبقى ان سالب ك س هي نفسها ك ايه؟ ك س. طب ما تيجي كده نبسط، هو عايز ايه اصلا يا استاذ؟ هو عايز قيمه ك، هو عايز قيمه ك، ممكن تشيل الكاف مع ك س مع س، تختصر يعني تقسم على س، فيبقى سالب ك بيساوي ك يعني 2 ك بيساوي صفر يعني ك صفر، شوف كده. يبقى وصلت ان سالب ك هي نفسها ك، توديها مثلا الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فتبقى 2 ك بتساوي صفر يعني ك بتساوي صفر، بس دي فكره حل
المسألة طالما هي دالة زوجية يبقى دالة سالب س هي نفسها دالة س، واستنتجنا إن الكاف بتساوي صفر. تمام، تعالوا نشوف التمرين اللي بعده رقم 19. واللي إذا كانت الدالة دالة زوجية حيث دالة س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد 9، وكان منحنى الدالة بيمر بالنقطة سالب 1 و5، فوجد قيمة أ وب. خد بالك قال لك إن الدالة دالة زوجية، طبعا دالة زوجية يا شباب يعني الدالة اللي عندنا بتكون متماثلة حول محور إيه؟ محور الصادات. المنحنى بتاعنا بيكون متماثل حول محور إيه؟ الصادات. بيقول لك المنحنى بيمر بنقطة سالب 1 و5، طب طالما يمر فين سالب 1 و5؟ سالب 1 و5 أهي، سالب 1 و5 أدي النقطة، المنحنى هيمر بنقطة إيه؟ سالب 1 و5، يبقى نفس الكلام هيمر المنحنى بالنقطة اللي هي 1 و5. اهي هيمر برضه المنحنى بتاعها ايا كان بقى الشكل بتاعها، احنا منعرفش الداله ايه، بس احنا قال لنا في المساله داله زوجيه. شايفين؟ شايفين يا شباب؟ طالما داله زوجيه يعني هتكون متماثله حول محور الصادات، المنحنى كده وكده، ايا كان بقى ما نعرفش هيقطع فوق ويقطع تحت، ممكن يطلع من هنا من فوق عادي يعني. فكل اللي احنا عارفينه ان هو يمر بالنقطه سالب 1 و5، طالما المنحنى بيمر بسالب 1 و5 يبقى لازم يمر بالنقطه 1 و5، لان احنا عارفين طالما هي داله زوجيه ان داله سالب س هي نفسها بتكون داله س. فاهمين؟ داله سالب طالما داله زوجيه على طول، يعني انت عندك النقطه سالب 1 و5 والنقطه 1 و5 الاثنين دول بيقعان على المنحنى، ينتموا للمنحنى. طب هنستفيد ايه؟ هنعمل معادلتين بقى، يعني نعوض مره عن س بسالب 1 في الداله دي، ونوجد نساوي الداله بايه؟ ب5. عوض كده معايا، نقول والله ان داله سالب 1 هتساوي 5. إذا عوض بقى في الدالة اللي فوق، حط مكان س بسالب 1 وساوي الدالة ب5، عوض كده، هنا تبقى سالب 1 تربيعها بواحد، واحد في أ بألف، سالب 1 في ب بسالب ب، زائد 9، كل ده بكام؟ ب5، يعني أ ناقص ب هتساوي 5 ناقص 9 بسالب 4، يبقى دي أول معادلة معاك. المعادلة التانية، ركزوا معايا كده يا شباب، المعادلة التانية أهو، إن دالة 1 هتساوي كام؟ 5. طالما دالة 1 ب5 تيجي هنا نعوض بواحد، واحد في أ بألف، لأن واحد تربيعها بواحد، واحد في أ بألف، وهنا واحد في ب بب زائد 9 بيساوي صفر. يعني هتستنتج إن أ زائد ب، معادلتين أهم بقى قدامنا، وبعدين نرجع للمسألة نشوفها تاني. خلاص أنتوا فهمتوا، مرة هنعوض بسالب 1 ونساوي الدالة ب5، ومرة نعوض بواحد ونساوي الدالة ب5، ماشي؟ فالمعادلة التانية هتكون أ زائد ب تساوي سالب 9. تعالى بقى المعادله الاولى والثانيه دول اجمعهم مع بعض، استخدم دورات الحذف بتاعه ثالثه اعدادي، يبقى نيجي نجمع سالب ب هتروح مع ب، و الف و الف ب 2000، سالب 4 و9 بسالب كام؟ سالب 13. يبقى انت عشان تجيب قيمه الالف نوضحها هنا يا شباب، احنا عندنا داله السالب 1، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نوضحها هنا يا شباب، طالما المنحنى بيمر بنقطة سالب 1 و5 يبقى دالة سالب 1 هتساوي 5، ودالة 1 بتساوي 5، الاتنين بينتموا لمنحنى الدالة، يبقى انت هتقول له عندما س تساوي سالب 1 اذا دالة سالب 1 هيديك 5. ليه بنقولها كده يا شباب؟ لان هي قال لي دالة زوجية، طالما دالة زوجية بنلاحظ ان دالة س هي نفسها دالة ايه؟ سالب س، يعني دالة سالب 1 هي نفسها دالة 1، ماشي؟ فالاتنين هيساووا بعض، دالة سالب 1 ب5 ودالة 1 ب5، طالما هي دالة زوجية، قاعدة دالة زوجية إن دالة سالب س تساوي دالة س، فأنت عندك النقطة اللي هي سالب 1 و5، والنقطة التانية اللي هي 1 و5، الاتنين بينتموا مين؟ لمنحنى الدالة بتاعي، تمام؟ بقولها تاني عشان اللي مش فاهم، بينتموا للمنحنى، طالما بينتموا للمنحنى يبقى أنت هتعوض مرة بالس بسالب 1 ويساوي الدالة ب5، وتعوض مرة تانية ب1 ويساوي الدالة ب5. تعال نشوف كده، نقول عندما س بتساوي س بتساوي 1، إذا لما نعوض مكان الس ب1 يبقى دالة 1 اللي هي بكام؟ ب5، بتساوي أ زائد ب زائد 9، يعني أ زائد ب هتبقى بسالب كام؟ سالب 4. دي أول معادلة. المعادلة التانية نقول عندما س بتساوي سالب 1، إذا أعوض عن الس بسالب 1، أعوض هنا تبقى هنا سالب 1 تربيعها ب1، واحد في أ بألف، سالب 1 في ب بسالب ب زائد 9، كل ده ب5، فيبقى أ ناقص ب بكام؟ سالب 4.
ادي المعادلة التانية. تعالى نجمع بقى المعادلتين مع بعض، ألف وألف باتنين ألف بالجمع، سنتوات الحذف يعني، اتنين ألف بتساوي ب، هنروح مع سالب ب، يطلع بسالب تمانية، يعني ألف بكام؟ سالب أربعة. جبنا ألف بسالب أربعة، نقدر نجيب الب نعوض هنا في المعادلة اللي فوق، هتبقى ألف ناقص أربعة. بعد ما جبنا ألف بسالب أربعة نعوض في المعادلة اللي فوق مكان ألف هنا بسالب أربعة يا شباب عشان نطلع قيمة الب. خلاص انت جبت الالف بكام؟ بسالب 4، عوض كده بسالب 4، يبقى سالب 4 زائد ب بيساوي سالب 4، يعني ب بصفر. نقول له اذا سالب 4 زائد ب تساوي سالب 4، يعني ب تساوي ايه؟ صفر. يبقى انت كده خلصت المساله، جبت الالف والب، الالف طلع بسالب 4 والب معاك طلع بايه؟ طلع بصفر. فهمنا كده؟ يبقى دي فكره حل التبريد. السؤال اللي بعده، اذا كانت داله فرديه حيث د س بتساوي م س تكعيب زائد ن، وكان منحنى الدالة يمر بالنقطة واحد وتلاتة، فوجد قيمة م ون. طالما هي دالة فردية يا أستاذ، يعني دالة سالب س يعني هتساوي سالب دالة س، ونعمل برضه نفس الطريقة. طب هو بيمر بالنقطة واحد وتلاتة، يبقى النقطة التانية هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها سالب واحد وسالب تلاتة، اللي هي هتمر بإيه؟ بالمنحنى. أوضحها أكتر، بص معايا كده. الدالة الفردية الرسمة بتاعتها ممكن تبقى كده مثلا، أي شكل مثلا، أو ممكن تبقى كده. المهم هي طبعا عشان تكون دالة فردية لازم تكون متماثلة حول محور، طبعا متماثلة حول نقطة الأصل. فلما يكون في نقطة اسمها أو إحداثيها واحد وتلاتة، النقطة التانية اللي تقع هنا زي سالب واحد وسالب تلاتة، يعني المنحنى هيمر بنقطة واحد وتلاتة ويمر بنقطة سالب واحد وسالب تلاتة، تمام. أو تقول له والله إن دالة سالب س تساوي سالب دالة س، غير بقى السين دي وخليها واحد، يعني تقول دالة سالب واحد بتساوي سالب دالة واحدة، دالة سالب واحد هي نفسها سالب دالة واحد. فاهمين؟ دالة السالب واحد طلع بكام؟ سالب واحد طلع بسالب تلاتة، ودالة واحد كانت طالعة بتلاتة فسالب في موجب بسالب، طلع نفس الناتج يعني، تمام. فلو انت عندك نقطة زي واحد وتلاتة، النقطة التانية اللي هتقع على المنحنى برضه يكون إحداثيها سالب واحد وسالب تلاتة. يعني إيه الكلام؟ مرة هنعوض يعني بالنقطة واحد وتلاتة في المنحنى، ونرجع نعوض بالنقطة سالب واحد وسالب تلاتة، زي المسألة اللي فاتت نعمل معادلتين ونحلهم مع بعض. تمام؟ تعال نعوض كده عند إيه؟ س بواحد، نقول له عند وعندما س بتساوي واحد، إذا نعوض كده يبقى هنا م في واحد بميم زائد النون بتساوي تلاتة، ده أول معادلة. نعوض بقى عندما س بتساوي سالب واحد، إذا عوض كده أهو، يبقى سالب واحد تكعيب بسالب واحد، يعني سالب م زائد ن هيطلع الناتج بسالب تلاتة، لما نعوض بسالب واحد الصورة تبقى بسالب تلاتة. تعالى المعادلتين دول نجمعهم مع بعض كده، م وسالب م هيبقى بصفر، هيجمعوا مع بعض، يبقى ن ون باتنين ن بتساوي صفر، يعني النون هتطلع بصفر. طب يا ولاد يا شباب، طالما النون بصفر نقدر نعوضها هنا، اذا م زائد صفر بتساوي تلاتة، يعني الم بتلاتة، يبقى انت جبت النون بصفر والم بتلاتة. فهمتوا كده التمرين؟ خلاص. يبقى فرق بقى بين السؤال لما يقول لك دالة زوجية ودالة فردية. لما يقول لك دالة فردية يعني النقطة واحد وتلاتة ها تقع على المنحنى، يبقى النقطة التانية اللي هي سالب واحد وسالب تلاتة بتقع على المنحنى. ولو قال لك دالة زوجية فاكرينها؟ خدناها من شوية، بتبقى دالة زوجية مثلا كده، نقطة مثلا واحد وخمسة بتقع على المنحنى، يبقى النقطة التانية اللي هي سالب واحد وخمسة برضه بتقع على على المنحنى. اعرف بس الفكرتين دول وايه تحل بهم اي مسألة ان شاء الله. السؤال اللي بعده، رقم واحد، رقم كام يا شباب؟ واحد وعشرين، بيقول لي الربط بالصناعة. يعمل سعيد في مصنع لإنتاج المصابيح الموفرة للطاقة، فإذا كان يتقاضى 8 جنيهات أجرا عن كل ساعة عمل، بالإضافة إلى 3/10 جنيها عن كل مصباح يوميا. اكتب قاعدة الدالة. قاعدة الدالة د التي تعبر عن أجر سعيد إذا كان يعمل 7 ساعات يوميا. طب أنت تعمل الدالة إزاي؟ والله دالة س أو كاتبه كده، هو سعيد بيعمل في المصنع بيتقاضى 8 جنيهات أجرا عن كل ساعة. لو أنا فرضت مثلا عدد الساعات دي مثلا أي رمز، هو قال لك لو كان بيشتغل 7 ساعات، يعني أقول له 8 في 7، 8 في 7 دول اللي هم 7 ساعات، هياخد عن كل ساعة 8 جنيه.
بالإضافة إلى 3 من 10 جنيه عن كل مصباح. يبقى أنا هرمز للمصباح اللي عندي بسين، يعني أقول له 8 أو 3 من 10، يعني 3 من 10 في إيه؟ في سين. تمام؟ تاني يا شباب، يبقى دالة سين بتساوي 3 من 10 سين زائد 8. المتغير مين؟ عدد إيه؟ عدد اللمبات. يبقى كل ما بيشتغل يعني بينتج مثلا لمبة، هيبقى 3 من 10 في 1 زائد 7 في 8. ليه؟ لأن هو هياخد أجر 8 جنيهات عن كل ساعة عمل، كل ساعة بيشتغلها بياخد عليها 8 جنيه. فلما يشتغل 7 ساعات يوميا، هو بيعمل 7 ساعات، يبقى في اليوم 7 في 8 ب 56، ده أجره في اليوم. طب لو كل لمبة بقى هياخد عليها 3 من 10 جنيه، اللمبة اللي هيعملها، كل لمبة هيكوها هي يعني هيصنعها مثلا أو ينتجها، هياخد أجر عليها 3 من 10 في العدد بتاعك. يعني أنت عملت مثلا، أهو عمل لمبة، يبقى 3 من 10 في 1، عمل 20 لمبة، يبقى 20 في 3 من 10 تبقى 6 جنيه، وهكذا. فاهمين؟ حسب عدد اللمبات هياخد عليها أي نسبة. كل ما يشتغل أكتر ينتج أكتر على كل لمبة هياخد 3 من 10. ده بالإضافة إن هو أجره الثابت 56 جنيه في اليوم، 7 في 8 ب 56. ليه؟ لأنه بيشتغل 7 ساعات يوميا، وبياخد على كل ساعة 8 جنيه، 8 جنيه، 8 جنيه على كل ساعة. يبقى في اليوم هياخد 56 جنيه، بالإضافة للنسبة بتاعة إنتاجه. كل ما ينتج أكتر هياخد مبلغ أكتر. أنت زي ما قلنا، لو أنتج مثلا 100 لمبة، يبقى 100 في 3 من 10 ب 30 جنيه، وهكذا. خلاص، دي القاعدة بتاعتنا، وهي بس أي حاجة بسيطة كده من ابتدائي. طبعا أنتوا فاهمين الكلام ده. احنا كتبنا القاعدة. رجع قال لي، هل الدالة اللي عندي دالة أحادية أم لا؟ طب عشان أفرض إن هي دالة أحادية أو أثبت يا شباب دالة أحادية، لازم أجيب الأول دالة ألف وأحسبها، وأجيب دالة ب وأحسبها، وبعدين أساوي دالة ألف ودالة ب مع بعض. دي طريقة الحل. لما أساوي دالة ألف ودالة ب مع بعض، ولو لقيت في الآخر إن الألف طلعت زي ب، تبقى دالة أحادية. فهمتوا كده؟ يبقى أول حاجة عشان تثبت إن هي دالة أحادية، هجيب دالة ألف، تقول والله 3 من 10 سين زي 56، تحط بقى مكان السين بألف، 3 من 10 ألف زائد 56. طب دالة ب تقول له 3 من 10 ب زي 56، تساوي بقى دالة ألف ودالة ب ببعض، فتبقى 3 من 10 ألف زائد 56 بتساوي 3 من 10 ب زي 56. 56 تروح مع 56، وتلاتة من عشرة تتقسم، فيبقى انت وصلت ان الف بتساوي ب، يعني الدالة اللي عندك هتكون دالة احادية. تمام كده يا شباب، فهمنا؟